اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرضين ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيم السماوات والأرضين ومن فيهن، ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرضين ومن فيهن، ولك الحمد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. أنت أهل الثناء، وأنت أهل المجد، وأنت أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد، وكلنا لله عبد، وكلنا لله عبد. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله عما يشرك المشركون، سبحان الله عما يقول الظالمون. سبحان الله كما لهجت ألسنة الذاكرين، سبحان الله عدد خلق الله الساجدين، عدد خلق الله الراكعين، سبحان الله عدد خلق الله، سبحان الله رضا نفس الله، سبحان الله مداد كلمات الله وزنة عرش الله، سبحان الله كما يريد الله، سبحان الله كما ينبغي أن يثنى على الله، سبحان الله كما ينبغي أن يمجد الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ملء قلوبنا وملء أبصارنا وملء ألسنتنا وملأنا وملء كل شيء. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المجرمون، ولو كره المنافقون، ولو كره الخائضون، ولو كره العلمانيون. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا نحصي ثناء على الله، لا نحصي ثناء على الله، لا نحصي تمجيدا لله، لا نحصي ثناء على الله. هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه،
وأثنى عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن هديتنا لمعالم دينك. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لصيام وقيام شهر رمضان. اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكرك الذاكرون الأخيار، وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على نبينا وحبيبنا محمد عدد ورق الأشجار، وصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وإمامنا محمد عدد قطر الأمطار، وصل على حبيبك ونبينا محمد يا عزيز يا غفار. اللهم بلغه صلاتنا، اللهم بلغه صلاتنا، واجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واسقنا من يده الشريفة شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا. واجمعنا به ربنا في الفردوس الأعلى يا علي يا أعلى. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء أسقامنا وأمراضنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وبلغنا به آمالنا، اللهم بلغنا به آمالنا، اللهم بلغنا به آمالنا، اللهم واجعله شفيعا لنا يوم لقاك، اللهم اجعله حجيجا لنا يوم لقاك، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه، اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه، وارزقنا أجرها، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم واكتب أجرها لتاليها وسامعها ووالدينا والمسلمين يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم وارزقنا بركتها آناء الليل وأطراف النهار، اللهم وارزقنا بركتها في صلاح الأبناء وإعمار الديار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم يا الله يا الله يا الله يا باقي يا باقي يا باقي. ها قد ترحل شهرنا وانقضى، ها قد ترحل حبيبنا وانقضى. اللهم يا أنيس المستوحشين، اللهم يا قرة أعين الذاكرين، اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اختم لنا شهرنا برضوانك، اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل اللهم مآلنا إلى جناتك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنته الفزع يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسر الذاكرين، اللهم اجبر كسر الصائمين، اللهم اجبر كسر القائمين القانتين، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم واجعله شفيعا لنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. وأعد علينا شهرنا أعواما عديدة، وأزمنة مديدة. اللهم كما متعتنا بالصيام والقيام والقرآن والصدقة والعمل الصالح، فثبتنا عليه، ثبتنا عليه، ثبتنا عليه، حتى نلقاك، حتى نلقاك وأنت راض عنا، وأنت راض عنا ربنا. اللهم أنت القائل الصوم لي وأنا أجزي به، وأنت القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم فوفنا أجرنا، اللهم وفنا أجرنا، اللهم وفنا أجرنا. اللهم يا الله، هذه أعمالنا مرقعة ممزقة بين يديك، اللهم تقبلها منا على ما فيها من تقصير وخلل ونقص وزلل، يا أرحم الراحمين. اللهم يا صاحب الصدقة، يا صاحب الإحسان، يا ذا الجود والكرم والامتنان، ارحم اللهم ذلتنا، ارحم اللهم مسكنتنا، ارحم اللهم فاقتنا، ارحم اللهم عجزنا وضعفنا. اللهم ارحمنا يا الله. اللهم يا صاحب المعروف، يا دائم الخير، يا بر يا رحيم، يا بر يا رحيم، يا بر يا رحيم. نسألك ربنا في هذه الساعة المباركة، نسألك ربنا في هذه الساعة المباركة، رضا من عندك لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم احلل علينا رضوانك، اللهم احلل علينا رضوانك، اللهم احلل علينا رضوانك، فلا تسقط علينا ابدا. اللهم واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها ابدا، اللهم واغننا غنى لا نفقر بعده ابدا، اللهم واهدنا هداية من عندك لا نضل بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم يا الله، يا جابر الكسر، يا جابر الكسر، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، إلهنا من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟
من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ اللهم يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين، يا رحمن يا رحيم يا رحيم، نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وتدخلنا برحمتك جنات النعيم. لا إله إلا أنت، إلهنا إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا. إلهنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية بليتنا بها قل لك بها صبرنا. اللهم يا الله يا الله يا الله، يا من ابتليتنا فنقص صبرنا، ويا من أنعمت علينا فنقص شكرنا. اللهم يا من عصيناك ويا من عصيناك وأنت ترانا وتركبنا. اللهم يا الله يا الله، يا ساتر يا ستير يا ستير يا ستير، يا محب الستر يا محب الستر، يا كريم الصفح، يا عفو يا عفو، يا كريم يا كريم، يا منان يا رحيم، يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة، يا من لا تؤاخذ بالجريرة يا من لا تؤاخذ بالجريرة، ويا من لا يا من لا تفضح السريرة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تحرمنا على النار. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرم على النار وجوها طالما سجدت لك، اللهم حرم على النار أيد طالما امتدت إليك، اللهم حرم على النار أقدام طالما قامت لك، اللهم حرم على النار، اللهم حرم على النار ألسنا طالما ذكرتك. لا إله إلا أنت. اللهم أولئك القوم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم ربنا، ونحن نقسم ربنا، نقسم ربنا جهد أيماننا أنك تبعث من تموت. اللهم فبرحمتك، اللهم فبرحمتك لا تجمعنا وإياهم في دار واحدة، اللهم برحمتك لا تجمعنا وإياهم في دار واحدة. اللهم لا إله إلا أنت رب المذنبين، رب المذنبين، من لنا وقد قصرنا، من لنا وقد أذنبنا، من لنا ربنا وقد أخطأنا. اللهم ربنا تبنا إليك، اللهم تبنا إليك يا محب التائبين، يا محب التائبين، يا محب التائبين، يا رب العالمين. يا من قلت، يا من قلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا من تغفر الذنوب جميعا. إلهنا في ختام شهرنا، إلهنا نرفع إليك الشكوى ونبث إليك النجوى. اللهم إليك في هذه الساعة المباركة، في هذه اللحظة الطيبة، وقد تنزلت ونزلت نزولا يليق بجلالك وعظيم كبريائك إلى سمائنا، تنادينا تنادينا، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. سبحانك وأنت غني عنا، سبحانك وخيرك إلينا نازل، سبحانك وشرنا إليك صاعد، سبحانك تتحبب إلينا ونتبغض إليك. اللهم نحن التائبون فاقبلنا، نحن التائبون فاقبلنا، نحن التائبون فاقبلنا. اللهم نحن المستغفرون فاغفر لنا،
اللهم اغفر لنا، اللهم نحن الداعون فأجبنا، نحن الداعون فأجبنا، نحن الداعون فأجبنا، اللهم نحن السائلون فأعطنا، اللهم جد علينا، اللهم جد علينا يا جواد يا جواد يا كريم يا كريم، اللهم جد علينا، اكفنا ربنا بحلالك عن حرامك، اكفنا ربنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك وجودك عن من سواك. اللهم جد بحلمك على من لم يرج غيرك ولم يؤمل سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم ها نحن عبيدك اجتمعنا في بيت من بيوتك، نرجوك ربنا، نؤملك ربنا، نطلبك، نقصدك، ندعوك، نرجوك. لا رب لنا سواك، لا رب لنا سواك، خلقك سوانا كثير ولا رب لنا إلاك. لا إله إلا أنت. اللهم فينا الكبير والصغير، فينا الذكر والأنثى، اللهم فينا السقيم والصحيح، اللهم فينا الغني والفقير، اللهم فينا الطائع والمذنب. اللهم اجتمعنا في هذه الساعة نجأر إليك ربنا، نجأر إليك ربنا، نجأر إليك ربنا، نتوب إليك ربنا. ربنا ما عصيناك جهلا بعقابك سبحانك، ربنا ما عصيناك جهلا بعقابك ولا استخفافا بشأنك وأمرك، ولا استخفافا بشأنك وأمرك، ولكن غلبت علينا أنفسنا. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، رجعنا إليك، تبنا إليك، اللهم توبنا لك، اللهم سجدنا لك، اللهم رجعنا إليك. لا حول ولا قوة إلا بك، أنت ربنا، أنت ربنا، أنت ربنا، لا رب لنا سواك يا الله. من الذي دعاك فطرته؟ من الذي دعاك فطرته؟ ومن الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي لجأ إليك فأسلمته؟ ومن الذي قصدك فما أعطيته؟ اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم وجهك أعظم الوجوه، اللهم وجاهك أعظم الجاه، اللهم وعطيتك أعظم العطايا. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مجيب لنا غيرك فنرجوه. اللهم رفعنا إليك أكفنا، يا من تستحي من عبدك إذا رفع إليك يديه أن تردهما صفرا. اللهم جد علينا، اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، اللهم وزدنا ولا تنقصنا، اللهم وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية ولباس التقوى، ذلك خير. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم نور لهم قبورهم، ووسع لهم فيها مد أبصارهم، واجعلهم فيها مطمئنين آمنين يا رب العالمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وإذا انقلبنا إلى من انقلبوا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم كسر قيدهم، اللهم كسر قيدهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين معززين مكرمين. اللهم إنهم يئنون ويستصرخون، اللهم إنهم إليك يجأرون، اللهم قد بثوا شكواهم إليك ومدوا أكفهم إليك. اللهم استنصروك فانصرهم، اللهم استنصروك فانصرهم، اللهم استنصروك فانصرهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وكلهم ولا تكن عليهم، واجعلهم غصة في حناجر أعدائك يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك في ختام شهرنا يا الله، يا جبار يا قهار، يا ملك السماوات والأرض، يا ملك الملوك، يا جبار الجبابرة، يا كاسر الأكاسرة، يا قاهر القياصرة،
اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تهلك اليهود المعتدين، اللهم مزق اليهود المعتدين والنصارى ومن ناصرهم أجمعين، اللهم والنصارى ومن ناصرهم أجمعين وأعداء الإسلام والملة والدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم شتتهم كل مشتت، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وتجاوزوا الحدود، قتلوا عبادك وإماءك الراكعين منهم والسجود، اللهم إنهم انتهكوا حرماتك، اللهم إنهم دنسوا بيوتك، اللهم إنهم أهانوا كتابك، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا على مرء منك، لا لم يقيموا لك وزنا ولم يعرفوا لك قدرا، اللهم فعرفهم قدرهم، اللهم عرفهم قدرهم، اللهم شل أركانهم ومزق شبابهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم وأدر الدائرة عليهم، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين عليهم، يا قوي يا عزيز يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت المستعان وعليك التكلان، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم كرما منك وفضلا منك وإحسانا لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا محتاجا إلا أعنته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا أيما يريد العفاف إلا زوجته، ولا أي من يريد العفاف إلا زوجته، ولا أي من يريد العفاف إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، اللهم حل السحر عن المسحورين، اللهم حل السحر عن المسحورين، اللهم حل السحر عن المسحورين، واشف إخواننا المبتلين، اللهم فك السحر عن المسحورين، والمس عن الممسوسين، والعين عن المعيونين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم صبرهم على ما ابتليتهم به يا أرحم الراحمين، اللهم صبرهم على ما ابتليتهم به يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقض ديننا واقض حاجتنا وأقل عثرتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، نعوذ بك ربنا، نعوذ بك ربنا أن نرجع أو أن ننكص على أعقابنا، نعوذ بك ربنا أن نضل بعد أن هديتنا، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى يا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وشماتة الأعداء وسوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك اللهم من العجز والكسل، ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين، ولا إلى نارك مقربين، ولا عن جنتك بمبعدين يا رب العالمين، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ويسر أمرهم وفرج همهم، اللهم كن لهم عونا ومعينا، اللهم احفظهم من كل سوء،
اللهم احفظهم من كل سوء. اللهم من كان منهم مريضا فشافه، أو مبتلا فعافه، أو صاحب هم أو صاحب هم ففرج همه، أو صاحب كرب فنفس كربه. اللهم ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لمن أسست هذا المسجد وبنته، اللهم اغفر لمن أسست هذا المسجد وبنته، اللهم اغفر لمن أسست هذا المسجد وبنته، اللهم واجعله في ميزان حسناتها، اللهم وابن لها بيتا في الجنة يتقر به عينها يا أرحم الراحمين. واغفر لأهلها وذويها، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأكرمهم يا رب العالمين. اللهم واغفر لكل من مد للمسجد هذا ولبيوتك عامة يد العون يا رب العالمين. اللهم واغفر لمن صلى في هذا الجامع يا أكرم الأكرمين. اللهم وتقبل توباتنا وامح حوباتنا واغسل ذنوبنا وأدراننا يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم في ختام شهرنا ومسألتنا يا الله نسألك أن تقضي حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد أعطيت كل واحد منا مسألته، وقلت عباد صرفوا فقد أرضيتموني ورضيت عنكم يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا جمعنا هذا، اللهم ذكرنا قيامنا هذا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم واجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا نبتغي بها عرضا من الدنيا قليل يا أرحم الراحمين. نعوذ بك ربنا من الشرك والشقاق والكفر والنفاق وسيء الأخلاق. نعوذ بك ربنا أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك ربنا لما لا نعلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.